بۆم داڕشتووی لەبارەی چیەوە؟ لەبارەی تاشینی دەموچاوە لەلایەن ژنانەوە بە گوێزان. کا فەرمێ وەجه دەموچاو هەموو یەگرێتەوە و نەخوازراوی هەڵکێشانی مووش بەبێ ئەوەی پێویستکە. طبعا واضحة ويكا بجوزان شاكيكا دعاي موكان زياتري أنا وزر الله خويا دا بويا دروزنية وأوشي كمويك بيوز بحال كيشان ناكا هل يكيشي أوش دعاي بيته هو ويكا زياتر بلاو بيته أوش هزر الله خويا دا أوش فرمو دي لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لعن الله النامصة والمستنمصة لها فرمي الله جل جلاله لعنتي كردوه لويك او برو هلا كري بو خلقي بو افرتان بروي بو كابا طالك بو ماريكك كري سا بياواني جواكن اخوان ملاش هي واكا ارسلي لبياواني يعني هار ملا هي واكا جا ينشأ في الحلية وهو فهو في الخصام غير مبين هاتكي سرتك باس مانك بياوي متبرج ما مصاي متبرج جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لعنتي خوالويك اوايك واوشي بويك هذا كان لعنتي يعني لك رابا نصي فرمودا بهيت شيوية دروزنية دسكاري بروبكي نبيا ونجن هلي بقري ام بين اتواني لايبري ببي هالكيشان تربا جوزانا بليزارة بهرشتيك اتواني لايبري سينا سر حكمي اوي كموج بليزارة على بري قنا احبار بي اخدنا ئەوش قسەی لەسەرە و و هەندێکی ڕێی پێدراوە هەندێکی ڕێی پێنەدراوە چونکە ئەم لابردنانە و دەستکاریکردنی گۆڕانکاریە لە شەکل و شێوەی خۆتاییکەی ئەوەی کە ئەڵڵا جەللە جەلالو پێی داوی تەغییری تیاکەی تۆش بۆ نیە تەغییر لە خەڵکی ئەڵڵایە بکەی و ئەو کەسانەشی کە ئەڵێن بۆ مێردی خۆی دروستە بیکا نەخێر بۆ مێردی خۆشی دروست نییە بیکا چونکە حەدیثەکە چییە مطلقە تو چون كلامي رسول الله بكلامي خود مقيدك الله لو حالتها قينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وين اوتو چون تو لو حالتها قينا ام زي اهيني بو حديثك بغمري خواص صلى الله عليه وسلم واو زناني وان كردو غلط يان كردو كوتو انا بو مردي خوي قينا هندي خوي قسكش هل اجرنوا يعني اذا نبال ابن حجر قوي تدي بو مردي خوي قينا نا ابن حجر اللي قال مردك زوري لي بكا هو مكريه قينا عوا أيلا على شو كا عوا هو أنت لا أجاوي دروز بلا مالك يا ياخد لوي طلاقي بدا هتو بي ينقص عوا هل جريته والله برو بيك الريو في دراو أنجا خو إسام رو يمكن خو بميردي خو أينا كان بو شعب يكن أو أن لي أنت يك شو شعب هموي بميردي خو أنا زان بو هم يكن فرمي أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله تحف المرأة جبينها قال أكره النتف والحلق ليس به بأس. فرمي برسيارم لإمام أحمد كرد آية آفرد ناو چاواني قرموي بيوابي لايبري فرموي باهلي نكيشي بس بيم باشا بيتاشي خوي حف تاشيني باشا حفو او سابا ما ديك هبو جوره برديك بويما خو من قصلي بيالين ما زعما وي لا ينازم بيرم شوتو ما ديك هبو دارو وخيل اصلا برده ابن عمر قسي هي لسري اي انهاري لقال اواتي كلي انا كرد دسي كانينا ابيري انا كمي بيو دواتر كأيان شورد أو موش كبو دواتر كأيان شورد موكيل قال أولي باك بيو تشبيو نامو حتى أو بكاري يعني هنا أبو بن بالو أبو داوين أبو أنش ابن عمر فرمي براسي أمشتي كي شاك دوزي بيانته بلام لحلالة بكاري بيني نكل حرامة يعني أو حفيان بوكر دواوان أو ريب يدراو نك بجوزان. أخبرنا محمد بن علي الوراق قال حدثنا مهنة أنه سأل أبا عبد الله عن الحف فقال ليس به بأس للنساء بس يلا إمام أحمد كراوة لباري حفه كيف سأل لك دو مهنة
مهنا تلبي إمامي أحمد أر مسائلي شهي اللي هو إجارته وبجيا إيش قال زانا جورا كان فرم برسياري أن لكن لباري حفة وبوشيوة بو درمانا موي زيادة موشاو لابا بري دروسة فرمي بالا دروسة كيشينيا جاو درمانا أجر زيادة روي يكتوستياب كيشي سوتيني بيستك دعاي سور سوريا كاتو أنا ياري أنسني أنكر دولا نواتكانا لخواني أنا أنا زان من ياري أنسني منك دو سيري من وكان بكاريش من هنا من حدس كاري من منك دو هي جسم بزوان بكاري أنا هنا بلام دواي جسمي أن سورة بيو كي ما شين سير ما أنا كردن هاي بو هر طاس وتاب هو حرام لي لا بردني موي جسميش اعتيادية بلام در خستني خوار ناوكو سرو اجنو درسنية جا يعني بيستكا چي ليكا سوتيني لقلوا هندك زرلي شي هيا هندك زرلي هيا قال وسألته عن النتف فقال أكرهه للرجال والنساء فرمي برسيارم كلا إمامي أحمد لباري هالكيشان وفرمي بيم باجنية وبخراب يزانم بوجنو بيعويش أخبرنا المروزي أن أبا عبد الله كره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش. منقاش هي مكيش. مكيش. أخوينا كيف أخوياتي؟ مقاشي نانوانية. ومي بيهلنا كان بي بس بمكيش ولا كان بي. فرمي إمامي أحمد أو بابتي لا بيزرا وبو أي فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي لعنتي الله لنا مصات. لقال مستنصات. متنمصات رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنتي لها مردوكي كدو ويموكيب ولا كيشري وشي هل يكيشري. أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن قاسم أخبرني زكريا بن فرح عن أحمد بن قاسم أن أبا عبد الله سئل عن النامصة والمتنمصة فقال هي التي تنتف الشعر فأما الحلق فلا. قيل له فما تقول في الحلق؟ قال الحلق غير النتف، النتف تغيير، فرخص في الحلق. فرمي برسياري عن الإمام أحمد كلا باري هالكيشاني مو فرمي النخير حرامة. برسياري عن لكلا باري حلقة وبو درمانة لا ببري ليزر جي ودرمانة أقريتو لا يابا أبو شيو فرمي أو كيشانية حلق كردني تواني لا يبا بلام هالكيشان تحديد كردنية هر جارو بوشيوي كخوتة جاري دريجي كرو جاري باني كرو جاري بريجينا بيك جاري ليكي جيا كرو أو نعم قران كاري كي بردواما بلا ما قرشتيا كي ثابت بي أو ريبه داو. أخبرني محمد بن علي أن مهنا بن يحيى حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن النتف فقال أكرهه للرجال والنساء جميعا قال لما تكرهه للرجال؟ قال تقولون النتف مثلة. أفرميوتي هالكيشانم بو جنو بياويش لدموچاوا بيا حرام تياني بو بياو بو وجن أزانين فرمي بياويش خوي مسخكا بچي وجن خوي وكو أوليكا مثلا يعني مثليتا خوي وكو أوليكا مثلي أو بي سليرا جيهاني شابا هاورقس خوازكان علين مثليكان بو چونك أم خوي كردو بياو وكو أو أوش خوي كردو بجن وكو كلا كاتا كاو بياو خوي كردو بجن ميجن خوي كردو بياو با ليزر دروستا موي زيادة جسمي شو بو آفرتان هيدا متشاوش لا ببريا بو اي شكليان نبتا شكلي بياو مو بدا متشاوي عنو بي ولا بردن بهرش تيكيتر لم رويا بشي خوي زرر وعزيتي تيا بو آفرتكا تر با شيلة بي با جوزان بي بريني تيكا بهرش تيكيتر بي بو اويتو او زرر وزيانا لخو دور بخيتو لا ضرر ولا ضرار اتواني او موانا بل يزر لابي آسان ترى. الرسول الله صلى الله عليه وسلم لبيني دوشتا مخير بكرا كاما يعني الله بجان آسانا كاني الله بجان بو يبكار هنا نشتكي اعتيادية بلان بمرجكاني خوي نابي عورتي ببين دي ونابي بياو بيكا بيجن بيكا بوي اگر بياو جبه بياو بيكا بوي بياو بيني بو جنبك يا جنبو بيايك والردبون وي كامل شي نابت يا بيتون كرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بو هي جني حلال نيه كاملا خوي رود كاتو ولا هي جيغا لا مالك خوي انا بس لو حالته ابوت هي
بوشيو أو بابش كوتا ايديا.